النسور السوداء والنجوم الفضية تجتمع في السماء لغرض عروض جوية فوق الأهرامات، مناورات جريئة على الارتفاعات المنخفضة وأخرى بالسرعات الكبيرة، وعروض متناغمة إلى جانب عرض لفرقة من المظلات وغيرها من اللوحات التي عرضت بألوان أم الدنيا وكوريا الجنوبية. النهاردة التعاون المشترك بين القوات الجوية المصرية والقوات الجوية الكورية الجنوبية في عرض جوي سيبهر جميع الحاضرين وهيبهر العالم أجمع. على غرار السماء استضافت الأرض فرقا موسيقية عسكرية مصرية قدمت حركات إيقاعية ومعزوفات وطنية للاستمتاع بأنغام التعاون المشترك بين جمهورية مصر وكوريا الجنوبية.